النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحن والحمد لله على طريق واضح ومنهج سليم تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يضرنا من يتربص بنا الدوائر إذا تمسكنا بحبل الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه مسألة مهمة جدا، لا شك أننا نتخطف من حولنا، ولكن معنا ما يقينا من شر الأعداء إن تمسكنا به، وسلاح فتاك وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.